خلال عام واحد مع إمكانية النظر في هذه المادة. المادة الثانية زيادة المدة المخصصة لتسجيل أوقية الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار من زيادة المدة المخصصة لتسجيل أوقية الإيجارات أو السندات التي ترد على منفعة العقار من 9 سنوات إلى 20 سنة، والمخلصات والحوالات من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وذلك تسهيلا لإجراءات التسجيل بخضوع قيد أو تسجيل المحرات المتضمنة مدة زمنية أكبر من زيادة المدة المترتبة عليها. المادة الثالثة عدم الحاجة إلى البيانات الخاصة بالتكليف والمسندات المبينة بالصفة بالنسبة لطلبات تسجيل أو قيد الأحكام لسبق فحصها بمعرفة المحكمة التي أصدرت الحكم وتسهيلات